الفل، رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم فقراتنا في يوتيرن، ومنورنا دلوقتي زي ما انتم شايفين جو حلو ومفرح وجميل، واللي هيكون منورنا فيه عازفين الطبلة واللي يعني هيمتعونا طبعا اكيد هيكون معانا وسام مختار وبسمة الهجراسي، منورنا النهارده في يوتيرن. اهلا بيك. اهلا بيك بسمة، منورنا يا وسام. بداية كده كلمونا طبعا ازاي دخلتوا المجال اصلا، واللي انتوا تختاروا اللي انتوا تعزفوا على الطبلة. طب السؤال موجه لمين؟ واحد واحد نبدا بليديز فيرست الاول. اوكي. انا دخلت المجال يعني انا بحب الطبله من زمان، بس فكره ان حد بيحب اله ويتشجع ان هو يلعبها وتبقى بالنسبه له بعد كده احتراف وشغل واسم ومبدا وحاجات كتير في حياته، عشان اي حد يبقى يقدم على الخطوه دي الموضوع ده بيبقى صعب. وغريبه ان انت بنت كمان. وغريبه ان انا بنت فعلا. اللي شجعني ان انا اختي تقال هجراسي. تقال هجراسي اسم معروف جدا في مجال الموسيقى، لان هي عازفه قانون ليها وزنها دلوقتي. هي طالبه بالمعهد العالي للموسيقى العربيه، ولما دخلت المعهد اتشجعت. يعني كلنا ممكن يكون اي بيت او اي عيله فيها حد بيحب المزيكا، بس مش اي عيله ممكن يبقى فيها حد في المجال او في الكارير بتاع المزيكا. لكن انا كانت فرصتي ان اختي الصغيره لقيتها بتدخل المعهد وانا اتشجعت، فدورت على اكتر اله انا بحبها فالطبله. هرجع ليكي واعرف سبب حبك ليها على الاخص، بس اروح ليكي يا وسام واعرف منك ابتديت الطبله امتى وايه اللي خلاك ان انت تشجع وتعزفها. انا ابتديت الطبله تقريبا كان من 7 سنين، انا عندي تقريبا 13 سنه. كان مجرد حب او حاجه بتشدني في الموسيقى. يعني انت بتسمعي مزيكا معينه او تراك كل واحد بيشدوا حاجه، في ناس بيشدها الكمانجا، في ناس بيشدها الجيتار، انا كان بيشدني طول الوقت البيت او الريتم اللي شغال. فابتديت في الاول كان في المدرسه، ما كانتش فيه امكانيات كتير غير الحاجات البسيطه اللي بتقدمها اي مدرسه. بعدين جيت في الاجازه بتاعت السنه دي عرفت حد مشهور جدا ومعروف في الوسط الفني اللي هو الاستاذ الكبير جدا هاني بدير طبعا. فروحت له، كان قابلته في حفله وقلت له انا عايز اتعلم كذا كذا وممكن ده، فقال لي طبعا، وخدت رقم تليفونه وابتديت اروح له بشكل منتظم كل فتره، وقعد يعلمني كل فتره، وقعدت بقى اجني تمارين وانا ذاكر في مدار ال7 سنين. بس انت يا وسام انت يعني انت لما رحت له بدات من الصفر خالص؟ من الصفر، ما كنتش يعني انت عجبك فعلا اعرف دي عباره عن ايه اصلا يعني. يعني انت بس يعني يا دوبك عجبك الاله فرحت له بالظبط. تمام، ما شاء الله بقى هو مشكور، علمني كل حاجه بمعنى الكلمه، يعني ما بخلش عليا بحاجه ولحد دلوقتي يمكن. بس لحد ما وصلت لحاجه حتى لو صغيره لحد دلوقتي بفضله طبعا. لا قدامك ان شاء الله مجال طويل. سريعا ونكمل تاني معاكم. تمام يلا. يعني بص حتى الختمه في ما بينكم لينك معين بتعملوه مع بعض. هو ده بيجي من الخبره، يعني العازف مع الخبره طبعا. يعني انا وسام وكتير من زمايلنا رغم ان احنا بنحترف المهنة وبنشتغلها احنا لسه بنتعلم. يعني احنا ما زلنا لسه في مدارس ولسه بنتعلم ولسه ما شفناش حاجه، ولينا اساتذه ولينا ناس اكبر مننا طبعا، ولسه بنقف قصاد اساتذتنا في الايقاع، بنقف عاملين كده وبنسمع وبنتعلم، لان دي اله فبتعلمك خبره. الخبره هي اللي بتعلمك امتى تقفلي، امتى يكون ليكي اشارات معينه مع اللي جنبك، وكمان لو انت مرتاحه نفسيا مع اللي جنبك. يعني انا وسام اصحاب، في تناغم بينكم انتوا الاثنين، يعني بتعرفوا كل واحد ازاي يبصي بعيدا عن اي حاجه بالظبط. طيب انتوا ليه ما كونتوش فريق، ولا انتوا اصلا اتنين في فريق واحد؟
لا هو الفكره ان يعني فكره ان انت تبقى عازف لو انت مش مثلا مش في فرقه في الاوبرا اوركسترا مش في حاجه حكومه يعني فانت بتبقى اشبه بفريلانسر او ان انت حد بتشتغل لوحدك لما في فرقه او باند بيتكون محتاجين حد بتاع بركشن او حد بتاع ايقاع يعني فانت بتروح للفرقه وبتعمل معاهم بروفات وبتطلع حفله وبس يعني مش شرط يبقى في فرقه مكونه من لاعبين ايقاع بس ممكن يكون مصاحبين لفرقه بتلعب مزيكا او يعني تمام بس ما عايز اعرف منك ناس كتير قوي بتبقى واخده فكره غلط عن عزف الطبله بيفتكروا ان الطبله يعني ان انت تطبلي كده طبلتين ثلاثه لكن ملهاش زي بنسمع نوتة معينة أو مزيكة معينة هل الطبلة فعلا كده ولا لأ ممكن نسمع مقطوعة كاملة بس عزف طبلة زي ما انتوا بتعملوا هو جبت السؤال ده محتاجة حلقة يعني حلقة لوحدها كده بقى نجاوب فيها السؤال ده بس انا هحاول ان انا الخص الموضوع بان مثلا ممكن تكون ناس شايفة ان الطبلة دورها في حاجة مش كويسة بسبب ان حصل في يعني في الفترة الأخيرة بالذات حصل في نوع من انواع الاسفاف او بقى في نوع من انواع الاسفاف تحت مسمى الفن فبدات الناس تاخد فكره عن ان اللي بيلعبوا مزيكا ممكن يكونوا تحت المسمى ده يعني او الناس اللي في مجال الفن تحت المسمى ده لكن الفكره انت تثبتي نفسك يعني انا توضحي لي الحته دي اكتر معلش انت قصدك على اني لون من الفن بالظبط عشان بس نوضح الكلام ايوه في رقصات لا 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 مش رقصات او اي حاجه بالعكس يعني انا بحترم تحيا كاريوكا بحترم كيتي بحترم ناس كتير جدا من الرقصات اللي كانوا بيرقصوا لحد النهارده بحترم نجوى فؤاد بحترم دينا بحترم فيفي عبده بحترم ناس كتير فنان احمد زكي عمل لنا راقصه وطبال وكانت مهنته وطبال وهو مقتنع تماما وبيعمل رساله وفن هو مقتنع بيه وقدم حاجه رائعه يعني ساعتها انا هوضح النقطه اللي انت سالتني عليها لما قلت لي اوضح لك انهي نوع من الفن الفن اصلا يعني بعيدا بقى عن كلام الجرايد والكلام ده الفن في الاساس رساله يعني انا جايه النهارده قاعده على الكرسي ده ببص للكاميرا دي بتكلم بقول ان انا رسالتي دلوقتي ان انا بلعب اله موسيقيه ما مش بلعب بغرض ان انا عايزه اعمل حاجه مش كويسه او بقدم حاجه مش كويسه بالعكس انا بقدم فن محترم جدا واي بنت تقدر تعمل ده وبثبت نفسي وبثبت وجودي في حاجه انا بحبها بدون ما اتجاوز حدودي تمام ده ملخص الفنان المحترم في بقى توصلي رساله للمشاهد بادب واحترام هو في النهايه رساله في نطاق الفن هو في النهايه رساله لكن اي فن او اي حاجه هي سوري مش فن هي اي حاجه بتقع تحت اسم الفن وهي في الاساس مش فن وملهاش هدف وملهاش رساله برضو ما وضحتليش ده اسم عايزه برضو بتهدفي لايه بالاخر انا بهدف لايه يعني عايز اعرف النقطه اللي ايه اللي مش عاجبك اني لون بالظبط مش عاجبك في الفن اللي انت عشان كده بتقولي الكلام ده انا مش عايزه حد يزعل مني بس لا لون معين ما بتكلمش على اشخاص يعني انا ما بحبش المسمى بالمهرجانات والمسمى يعني اولا يا جماعه انا طالبه بالمعهد العالي للفنون الشعبيه وبقت في ناس بتسمي المهرجانات ان هي الفن الشعبي ده مش فن شعبي ده فن دارج او فن سوقي دي حاجه سوقيه انتشر يعني ليه مكانه دلوقتي بين الناس وكل الطبقات احنا ما نقدرش ننكر ان هو له مكانه للاسف هو له مكان هو للاسف له مكان ما هي بتبقى وجهات نظر لكن الفكره كلها في ان ازاي ان انا اخلي الحاجه اللي هي ليها هدف كويس يبقى ليها مكان زي الحاجه او اكتر من حاجه اللي ملهاش هدف اصلا طبعا طبعا عايز ارجع لك تاني يا وسام واعرف منك يعني هرجع للسؤال نفسه اللي هو بتاع فكره بس اسمع حاجه الاول بس مش عايزه انسى السؤال اسمع حاجه منكم وارجع لك في السؤال اللي عايز اسالك عليه بتاع ان احنا ازاي نعمل باند او نعمل فريق تمام أوكي. يلا نسمع حاجه يلا
الله رائعة يعني فعلا احنا مستمتعين انا مستمتعة جدا وانا اكتر والله ابتدي بقى معاك يا وسام تاني نفس الكلام اللي هو بتاع فكرة ان انت تعزف في فريق هل انتم ممكن تعملوا فريق بالكامل مكون من عازفين طبلة بس ولا لا مفيش حاجة اسمها كده لازم يبقى فيه عازفين كمان وقانون وغيره لا وفي طبعا في فرق سواء في مصر او بره مصر بتعتمد على اللقاء بس او فرقه البيت في بره مصر مثلا فرقه معروفه جدا اسمها ستومب ستومب دي بيعملوا زي دايالوج كده من البركشنز او من الايقاعات بس ومش بالات موسيقيه بحاجات ممكن بكوبايه بحد مثلا بيقرا الجورنان فهو صوت تقليب الصفح ده عامل بيت ثابت فيتبني عليه حد مثلا بيكح مثلا طب انتوا المقطوعة اللي عزفتوها هل بيبقى ليها اسم معين هل بيبقى ليها معنى معين هي ولا؟ الارتام اسمها الارتام اللي هي الايقاعات ليها اسماء انت دارسه بقى دارسه بقى يا بس احنا لسه بنتعلم الارتام الارتام يعني الريتم اللي هو الايقاع تمام يعني الريتم مثلا لو انا هعمل مثلا ريتم مقسوم فهعمل كده ده مقسوم هعمل ريتم صعيدي هعمل كده ريتم ملفوف حلو ريتم سماعة تقيل بتاع التقسيم سماعة تقيل ده اشهر اغنية اتغنت عليه اما بدأ تسنى دي اغنية طب انت يا بسمة اغنية يعني جميلة مين اللي شجعك وازاي برضو خدتي الخطوه ان انت بنت وتلعبي الاله دي كنت ممكن تلعبي اي اله تاني لما قلت لبابا كان في الاول يعني شايف يعني ممكن اعزفها تلعب بتاع ممكن تزهق منها بتاع هو كان فاكرك واخده الموضوع يعني كهوايه وخلاص انا نفسي كنت يعني كنت خايفه يعني كنت خايفه ان انا يعني هل انا احبها استمر فيها طب هعمل ايه فبدات الخطوه ان هو كان له صديق اسمه زين العابدين ده عازف ايقاع عازف ايقاع كبير كمان انا بوجه له تحيه كبيره كان بادئ ورشه كده تعليم الطبله بتاع فرحت وعلمني اساسيات الطبله بعد ما خلصت الورشه بدات ان انا افكر يعني حبيتها يعني خلاص انا دلوقتي انا كنت داخله الورشه بشوف انا لسه اصلا هحبها ولا لا فما دخلت الورشه بقى حبيتها فانا هعمل ايه بدات ان انا احاول ان انا زمايل اختي في معهد الموسيقى العربيه او زملائنا اللي بيلعبوا مزيكا او كده اتعرف عليهم ساعدوني اصحابي كتير يعني في اصحاب كتير جدا ساعدوني زمايلي من عازفين الايقاع ساعدوني مؤمنين بموهبتك بالظبط يعني لحد بقى ايه ما قابلت دكتور نجم نبيل هو دكتور الايقاع بالمعهد العالي للموسيقى العربيه واستاذ الماده بدأ يقف جنبي شوية ويساعدني وخلاني أحضر مع طلبة موسيقى عربية ويتمناني جدا يعني ردود أفعال الجمهور إيه؟ يعني شايفين بنت هي ماسكة الطبلة دايما متعودين إن الولد أو الراجل هو اللي ماسك الطبلة ردود أفعال الجمهور أنا ما بقابلهاش قوي في الحفلات يعني في الحفلات بقابل مثلا لما بيبقى عندي حفلة في ساقية الصاوي أو في أي مسرح أو في مكان بقابل مثلا الناس إيه ده الله أنا بحبها قوي ونفسي أتعلمها ويتصوروا معايا وحابين الموضوع لكن بقابل بقى الاكتر بقى على الفيسبوك يعني بقابل ناس بقى على الفيسبوك احترمي نفسك والبسي حجابك احسن ايه اللي انت بتعمليه ده يا شيخه روحي توبي مش عارف ايه هو مفيش نجاح من غير نقد هو يعني مفيش بس المهم ان النقد يكون نقد بناء اوكي يعني انا احترم النقد البناء ما احترمش النقد اللي مبني بس على مواقع التواصل الاجتماعي كتير يعني انت دي دايما مشكله بتواجه اي نجم هو للاسف أو أي فن. هو للاسف لان انت بتبقى قاعد على كيبورد وشاشه واللي قدامك ده مش شايفك صح فبتنطلق قوي اقول اللي انا عايزه وانا بجرأة زياده يعني لو الكلام اللي احنا بنقوله لبعض على الفيس والواتس والخناقات اللي بتحصل دي لو احنا قاعدين قدام بعض مش هيحصل كده طبعا طبعا ده فعلا بقى منتشر جدا وسام عايز اعرف منك طموحك ايه هدف ولا يعني نفسي في حاجه نفسك توصل بفين بالطبله هو هدفي هو هدف كل اللي بيلعبوا مزيكا او كل اللي عندهم المزيكا كهوايه او كباشن هو ان انا اوصل يعني ممكن لاعلى درجه في ان انا ابقى مثلا استاذ في الحاجه دي
وسام نورتني جدا. وسام مختار بسمة الهجراسي نورتونا النهارده في يوتيرن. احنا سعيدنا جدا واتبسطنا وسمعنا فن راقي ولطيف جدا. وانا مبسوطه قوي ان احنا عندنا ناس متخصصه في المجال ده، متخصصه في عزف الطبله. بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله توصلوا كل اللي انتم بتتمنوه يا رب. وبعد كده انتوا لسه صغيرين، قدامكم مستقبل باهر ان شاء الله، ودايما ان شاء الله في تقدم، وربنا ان شاء الله يوفقكم في طريقكم. نروح لفاصل ونرجع لكم تاني. نسمع حاجه الاول منكم. نسمع حاجة. أوكي. اختموا بيها بقى.